القلوب والحديث عنها له أهمية عظيمة، وتتجلى هذه الأهمية من أمور. أوله ما أشرت إليه في مقدمة الحلقة عنوانا لها، نظر الله للقلوب، كما قال النبي صلى الله عليه صلى الله وسلم: عليه وسلم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله جل وعلا يزن المرأة بما في قلبه. ولذلك ورد عن الصحابة، عن بعض الصحابة، أنه قال: إن من سبقكم لم يسبقكم بعمل عملوه، وإنما سبقكم بإيمان وقرف قلوبهم. والأمر الثاني أن هذه القلوب لها أثر على سائر حياة الإنسان، وأثر على سائر أعماله وجوارحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتحرك في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه، لأن القلب يؤثر عليها ويحركها. الأمر الثالث أن القلب هو معيار قبول العمل، فصاحب القلب السليم الذي يبتعد عن الشرك وعن أمراض القلوب يثيبه الله على أعماله أعلى الثواب وأعظم الجزاء. ولذلك أثنى الله جل وعلا على إبراهيم عليه السلام بأنه صاحب قلب سليم. كذلك بالنسبة للقلوب، القلوب سريعة التقلب، ولذلك على الإنسان أن يلاحظها كل لحظة وكل وقت، لئلا يتقلب قلبه. كم من إنسان زاغ قلبه وانقلب من إيمان إلى ضده، ومن طاعة إلى ضدها في لحظة وثانية واحدة. ولذلك على الإنسان أن يحافظ على قلبه، وأن يغار على قلبه، أن يحل فيه ما يجعله في أسفل سافلين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي لطاعتك. والراسخون في العلم ماذا يقولون؟ يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذا كان هذا شأن علماء الشريعة الراسخون في العلم، فما ظنك بغيرهم؟ كذلك يترتب على ما في القلب ثمرات عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، كما قال سبحانه: يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وانظر قوله جل وعلا عن الحكمين بين الزوجين: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. كذلك عمل القلب عمل سهل، ليس فيه كلفة وليس فيه مشقة، ويتمكن الإنسان من الإحاطة به، ومع ذلك يترتب عليه ثواب عظيم. هذا العمل السهل اليسير الذي تتمكن به من الحصول على الأجور العظيمة، أيجدر بك يا أيها العاقل أن تفرط فيه؟ ومن هنا في الحديث عن القلوب ومكانتها وأثرها في حياة المسلم له أهمية عظيمة، ينبغي بنا أن نوليه العناية اللائقة به.